نلتقي مع مزرعة فحوت من البيت مع محاضرات وفعاليات مثرية لجميع أفراد العائلة. كلياتنا علشان نبدا احلى بث مباشر في قناه هلا. يلا نسمع الزكي الحامي حامي 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 لعم شوشو. يلا وين الكب وين الكب؟ طيب يا اولاد بدكم عمو شوشو يجي عندكم؟ انا بعرف انتم بتستنوا بعمو شوشو عشان يجي عندكم. يلا عشان يجي عندكم عمو شوشو مع بعض اولاد وبنات، سمعوني زكفي حامي 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 ليلكم عشان اجي عندكم. يلا ويلكم ويلكم، سمعونا كف احمى كف احمى. يلا يا اولاد يلا يا بنات، مرحب مرحب يا حلوين، شو اخباركم مبسوطين؟ انا اسمي عمو شوشو اللي حبوني الملايين. مرحب مرحب يا حلوين، شو اخباركم مبسوطين؟ انا اسمي عمو شوشو اللي حبوني الملايين. مرحبا يا اولاد مرحبا يا بنات. ماشي والله وحالي ناسي مش عارف اجري من راسي، ماشي والله وحالي ناسي مش عارف اجري من راسي، عايش كيف بعرف احساسي، هاي منخاري وهاي العين. انا اسمي عمو شوشو طول اسم الله ويخزي العين. يا سكفوا يا اولاد مع عمو شوشو. يلا لا 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 لا. اليوم عنا حفلي هو موقع هلا، بعمل حفلي خايف اكل شي قتلي، كل مرة بعمل حفلي خايف اكل شي قتلي، اللي عجبه يزقف لي يسعد الله شو شاطرين. انا اسمي عمو شوشو طول اسم الله. يلا يا اولاد ويلكف ويلكف مع بعض كف. ايوه الزكو حماه كمان كمان كمان. شو اسمي عمو شوشو، شوفوا ما احلى رموشو، يلا مع عمو شوشو حتى تضلوا فرحانين. انا اسمي عمو شوشو طول اسم الله ويخزي العين. يلا يا اولاد سوا معي 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 هيك حركات. مرحب مرحب يا حلوين، شو اخباركم مبسوطين؟ انا اسمي عمو شوشو اللي حبوني الملايين. مرحب مرحب يا حلوين، شو اخباركم مبسوطين؟ انا اسمي عمو شوشو اللي حبوني الملايين. هولي يا واو، محلاهم الاولاد والبنات الحلوين اللي بتابعونا في قناة هلا، كيفكم؟ صوتيين؟ لا 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 أنا مش سامع. أنتوا قاعدين هيك تتفرجوا، لازم يكون صوتكم أعلى. يلا كمان مرة سمعوني بصوت عالي، كيفكم؟ مبسوطين؟ لا 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 يا أولاد، أنا بحب الصوت العالي، بدي صوتكم يكون أعلى، خلي الكل يسمع. يلا إيه مش عالي كتير، قالوا هالكد شوي، لاني انا عمو شوشو انا بخاف من الصوت العالي، قالوا هالكد شوي صغيري. يلا كيفكم؟ يما معلى صوتكم شوي 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 شوي، حكيت لكم اتعلوش الصوت كتير، قالوا شوي لاني بخاف من الصوت العالي. يلا كمان مرة كيفكم؟ يما وبعدين فيكم يا اولاد، حكيت لكم تعلوش صوتكم، انتوا خوفتوني، ده كل ماما عايكم تخوفتوني ولا ماما عايكم. بمزح انا اصلا بحبكم كثير وبدي صوتكم يضل عالي زي ما انتوا هيك شاطرين.
ايه اولاد مين بده يعمل حركات مع عمو شوشو يقول انا؟ لا 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 مع بعض، مين بده يعمل حركات يقول انا؟ طيب مين بده يرقص؟ انا. حلوين حلوين. طيب مين بده كمان؟ مين بده كمان؟ مين؟ ايش مالكم مالكم؟ انا نميت؟ لا مش انا، انتوا اللي نمتوا. انا صاحي، انا صاحي، انتوا اللي نمتوا. بلا انا صاحي. شو مالكم شو مالكم يلا تضحكوا علي؟ انا صاحي، انا بحبكم اصلا وصاحي كثير، انا بديش انام. طيب اسمعوا، بدكم نلعب لعبه حلوه؟ طيب يا اولاد تعالوا نلعب لعبه مع عمو شوشو، لعبه اسمها لعبه الكسلان. انا عمو شوشو بدي اصير ولد كسلان، وانتو الاولاد الشطار بدكم تصحوا عمو شوشو الكسلان. طيب شوفوا كيف اللعبه يا اولاد. اللعبه هيك، انا هسه بدي اقعد على كرستي، هاي اللي وراي، هاي شايفينها، بقعد عليها وانتو بتصحوني، انا بنام بشخور وانتو بتصحوني. يلا يا اولاد اقعد على كرستي هاي اللي وراي، يلا بس بتصحوني مش ما تصحونيش لما بقعد. يلا خليني اقعد على كرستي وكلكم وين هالكرسي؟ هذه الكرسي تخربطت خلص، هذه بيي اخ يا ظهري، انا لازم اركز انا. يلا يا اولاد خلص هسه عن جد، هسه يلا اقعد على الكرسي هاي اللي وراي وبتصحوني مش ما تصحونيش. يلا اقعد، يلا هاي اقعد دو بعدين ما اشتركم. طيب يا اولاد هسه انا بدي العب معكم هاي اللعبه، بدي انام واشخور وانتو بتصحوني. اوكي يلا تصبحوا على خير، باي باي. خلص اسكتوا اسكتوا تنام، اعملوا هيك هدوء. لا لا الكل هدوء هدوء هيك. يلا هسه انا دنام واشخور وانتو بتصحوني. يلا شو مالكم؟ شوي شوي يا اولاد صحوني، مش هيك شوي شوي خوفتوني، بتحكوا لي اصحى بصوت واطي مش بصوت عالي. يلا اسكتوا خلص اعملوا هدوء هيك. يما. طيب يا اولاد طيب يا اولاد بدكم مش اياني انام يعني؟ خلص ها بدي ازيح الكرسي احطه هون على جنب. وهسا بدي ايه عشان ما انامش واضلني صاحي معكم، بدي كل الاولاد توقفوا وترفعوا ايديكم لفوق. يلا ارفعوا ايديكم عالي عالي عالي، نزلوها لتحت، ارفعوها لفوق. يلا يا اولاد هسا نعد للعشرة مع بعض، كلياتنا نعد للعشرة بصوت عالي ونسمع صوت الموسيقى وننط عالي لفوق مع عمو شوشو. يلا عدوا للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ارفعوا ايديكم يا اولاد ومع الموسيقى بدنا ننط عالي 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 لفوق. يلا هي يلا كمان يا اولاد كمان ايوه هي يلا كمان ايوه يلا زكوا معي هيك. طيب اوكي يا اولاد يا بنات، احنا هسه رايحين نعملكم اول فقره مع عمو شوشو اللي هي فقره السحر. راح نساوي خدع بصريه، بدي اياكم يا اولاد تتفرجوا وتركزوا معي عشان تكتشفوا هاي الفقرات الخفيه اللي عمو شوشو راح يعملكم اياها. اول فقره راح اورجيكم اياها، جيب معي لا 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 تجيب معاي. ايش معاي انا يا اولاد؟ معاي ريشة، شايفينها؟ محلاها ملعمها، الها الوان زهري واصفر وازرق.
هاي الريشة بدنا نسحرها كلياتنا يا أولاد مع عمو شوشو، بدنا نسحرها لعصاي. عشان نسحرها لعصاي بدنا كل الأولاد نعد لثلاث وزدت الريشة عالي لفوق وتصير عصاي. يلا عد لثلاث، واحد عصاي. صارت عصاي، ما صارتش عصاي. كيف لازم تصير عصاياي؟ عندي فكرة، لازم نحكي كلمة السحر. يلا عيدوا وراي يا أولاد، تعلمكم على كلمة السحر وراح تصير عصاي. كلمة السحر هي شكشوكا. يلا قولوا شكشوكا مع بعض. شكشوكا بصوت أعلى. شكشوكا. واو واو أولاد، صبوا نزك في حامي حامي لكم، صارت عصاي. وين الكف وين الكف؟ هي أيوة هي. وين الكف وين الكف؟ طيب يا أولاد، شوفوا شوفوا يا أولاد، أنا معاي كمان ريشة، كمان بدنا نسحرها العصاي. كيف؟ بدي أنا أحط هاي الريشة بكلب فيني هون. شوفوا شوفوا شوفوا، حطها هون وهي حطها هون، وقولوا كلمة السحر كمان مرة، قولوا شكشوكا. يلا بصوت عالي، شكشوكا. واو، أصفر وأحمر، زك في حامل لكم. يا سلام يا سلام. شوفوا يا أولاد، أنا جبت لكم معاي كمان حبل. حبل لونه إيش لونه هذا الحبل يا أولاد؟ لونه أصفر. أصفر؟ إيه هذا مش أصفر. هذا لونه أخضر. أخضر؟ هذا مش أخضر. أنتوا أشطر مني يا أولاد، أنتوا أشطر مني. إيش لونه هذا الحبل؟ برافو، هذا الحبل لونه أحمر. زك حالكم تجننوا. شوفوا يا أولاد، هسا مع عمو شوشو بدنا نسحر هذا الحبل العصاي. عشان نسحره العصاي، شوفوا يا أولاد، بدي أعمل أنا بهاي الطريقة هيك، أشده كمان كمان عصاي. شوفوا ما اشطرني، صار عصاي. مش كابل يصير عصاي. ليش يا أولاد مش كابل يصير عصاي؟ فكروا معي، فكروا، مش كابل يصير عصاي هذا مش كابل يصير عصاي، لأنه يا أولاد لازم نحكي كلمة السحر. شطورين. يلا كلمة شوكا، يلا بصوت عالي، شاك. يلا شوفوا يا أولاد، شوفوا يا أولاد، بدنا ننفخ على هاي العصاي عشان ترجع لحبل. انفخوا، يلا انفخوا هيك، انفخوا حامي. لا مش علي، مش علي، تنفخوا، انفخوا هون هون هون. يلا انفخوا، بعدين فيكم بعدين يا أولاد، شوي شوي انفخوا هون. يلا واو، زك في حامل لكم، اتجننوا. طيب أولادي يا بنات، حلوين وحلوات، انتظرونا دعاية قصيرة وراجعين لإلكم، انتظرونا. نلتقي مع مزرعة فحوت من البيت مع محاضرات وفعاليات مثرية لجميع أفراد العائلة. نلتقي مع مزرعة فحوت من البيت مع محاضرات وفعاليات مثرية لجميع أفراد العائلة. مرحبا أولاد وبنات، جيت لكم بفقرة جديدة، فقرة الفقاعات. شايفينها؟ أنا إسا بدي أعملكم فقرة بالفقاعات الحلوة، اتفرجوا على هاي الفقرة عشان أعرفكم بعدها على صديقي بيكو. يلا سمعوني زكي، يلا نلعب لعبة جديدة، لعبة حلوة وإلنا مفيدة،
يلا نلعب لعبة جديدة، لعبة حلوة وإلنا مفيدة، هي لعبة بتخلينا نفكر أكتر وتبين من فينا الأشطر، لعبة إلها مزايا عديدة، نجمع نطرح نكسب نشرح نضحك نفرح فرحة أكيدة. يا بنات يا حلوين ويا حلوات، يا أولاد ويا بنات يا حلوين ويا حلوات، بدنا نستقبل صديقنا بيكو. بدكم تتعرفوا على بيكو صديق عمو شوشو؟ حاضر، يلا يا بيكو كولوا الشكشوكا، وبيكو بيجي، يلا كولوا بصوت عالي شوكا بيكو. مرحبا بيكو، زكفولو لبيكو، زكفولو، مرحبا. يلا نعمل حركات مع بيكو كلياتنا وبصوت عالي، هي يلا واحد زقف يلا وخلي، يلا زكفوا يا اولاد، هي اتنين نطة حلوة نعلى بيها الفوق، ايوه يا بيكو، ايوه يا بيكو، تاهز خصرك بكرة أحلى شروق، أربعة وقف وافرح شهد الفرحة دور، واحد يلا بصوت عالي يا أولاد وبصوت عالي، أربعة خمسة ستة وبصوت عالي، هي ستة سبعة ثمانية بيكو وبصوت عالي، ثمانية تسعة عشرة وبصوت عالي، خمسة خبطة قوية وعش أسعد مخلوق، يلا خبطوا يا أولاد خبطوا معي، هيك 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 هيك، ستة بوس الماما وخليك دايما، يلا بوسي لماما، سبعة رقصة جميلة نرقصها بهدوء، ثمانية لف الدنيا، يلا لفوا لفوا مع بيكو كمان مرة، هي يلا واحد اثنين ثلاثة وبصوت عالي، هي أربعة خمسة ستة وبصوت عالي، هي ستة سبعة ثمانية وبصوت عالي، تسعة اثنين لفوق، عشرة بصوت عالي، هي زحفوا، أربعة خمسة ستة، إيه برافو. نسمع زكفة حامي 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 لإلكم يا أولاد، إيه اسمعوا يا أولاد، بيكو أنا بعرف إنه هو ولد شاطر شاطر كثير وبسمع الكلام كمان، بدكم نعمل حركات مع بيكو؟ يلا بيكو، إحنا والأولاد اللي بيشاركونا وبيشاهدونا على تلفزيون قناة هلا، بدهم يشاركوا معاك لأنهم بحبوك يا بيكو، يلا مع بيكو تعالوا نحط ايدنا على راسنا، حطوا ايدكم على الراس هون، يلا يا بيكو، بيكو بيكو مش هون راسك، هاد بطنك، راسك هون بيكو، بو بيكو ركز، الاولاد بتفرجوا عليك، خليك شاطر، يلا حطوا ايديكم على راسكم زي بيكو، شاطرين انتو، تعالوا نحط ايدنا على عيننا، هيك على عيننا، حطوا ايديكم على العين، على العين، على عينك بالهواء، عينك عينك هون، شو هذا يا اولاد بيكو، بيكو مالك اليوم، بيكو ما اكلتش اليوم مالك، يلا تعالوا نحط ايدنا على ظهرنا لورا، يلا ايدينا على ظهرنا،
بيكو بيكو هاي اجرك، احكوا له يا اولاد هاي اجرك يا بيكو، ظهرك ورا هون هون ظهرك. اه شاطر. طيب ليش يا بيكو مالك مالك زعلان انت مالك؟ اسمع بيكو، قررنا انا والاطفال اللي بيشاركونا في قناة هلا قررنا نعطيك هدية اذا بتسمع الكلام. بتسمع الكلام؟ انا فهمت بيكو بده هدية عشان هيك هو بسمع عشان الكلام. يلا يا بيكو نعطيك هدية. طلع الاولاد هناك ورد علينا. يلا بيكو ايدنا على الراس. مصدره ايدنا على الصباح. واو زكفة حاملة بيكو، برافو يا بيكو. تعالوا يا اولاد هسا نروح رحلة حلوة انا وبيكو، انتو كمان شاركونا واعملوا حركات مثلنا. بدنا نسافر، بدنا نروح على مصر، على المكسيك، على الهند والبرازيل. يلا مع بيكو على القطار. توت. يلا هيك يا اولاد سووا حركات هيك. سافرنا على مصر، مصر ام الدنيا، وصلنا ثلاثة العصر بالتمام والثانية. يلا سافرنا على مصر، أيوة مصر أم الدنيا، وصلنا ثلاثة العصر بالتمام والثانية. ارفع ايديك لفوق، نرقص والكل يبص، نرقص على واحدة ونص، دلوقتي نكون سامع هس، دي مصر بلدنا التانية. حطوا ايديكوا على الخصر هيك، هزوا شمال يمين شمال يمين شمال يمين، هزوا اسرع هيك هيك هيك. ايوه ايوه يلا هي يلا نكمل رحلتنا مع بيكو. يلا صل على المكسيك. واو بلد جميلة وشيك، كانت احلى فرصة نرقص احلى رقصة، مين فينا ما بيعرف شي الرقصة السلسة. يلا سلسة هيك، يلا لفوا لفوا لفة هيك. كمان مرة. ايوة يا بيكو بطل. تعال نكمل رحلتنا مع بيكو. وبعدها رحنا على الهند. واو على الهند، ورقصنا هندي بجد، رقصنا الساعة سبعة الرقص الهندي متعة، ورحنا تاج محل عجائب الدنيا السبعة. ساو هيك يلا ساو هيك كمان مرة كمان مرة. يلا ساو هيك كمان مرة. يلا على البرازيل بيكو. ويبطل على البرازيل هي هي هي، ورقصنا والرقص جميل هي هي هي، ورقصة السامبا أكيد ملهاش مثيل يا بيكو. أكيد ملهاش بيكو تعال أعلمهم رقصة السامبا، اعمل هيك يلا هيك يلا كمان كمان كمان. يلا يا سلام، يلا يا أطفال زينا هيك حركات. ووو برافو. زكفة حاملة إلكم، بتجننوا يا أطفال. اسمعوا حبايبي بدي أحكي لكم شغلي، أنتوا أكيد بتطلعوا مع بابا ومع ماما مشوار هيك صغير على الدكاني أو على أي محل. هسا أنا بدي أحكي لكم شغلي يا أطفال، إحنا بابا وماما مسموح لهم ينسونا بالسيارة؟ مسموح يخلونا بالسيارة لحالنا؟ لا ممنوع شطورين، لأنه إذا بنسونا بالسيارة إيش يمكن راح يصير؟ إيش فكروا؟ احكوا لي إيش راح يصير إذا بابا وماما بنسونا بالسيارة؟ برافو، يمكن ننخنق ونروح على المستشفى. برافو شطورين يا أولاد، عشان هيك إحنا هسا نغني لبابا ولماما عشان ما ينسونا بالسيارة. يلا ارفعوا ايديكم لفوق مع الأغنية يا أولاد. يلا هي يلا
يلا شوحوا لبابا ولماما عشان ما ينسونا بالسيارة. اعملوا حركات مع مشوش هيك يلا. يا بابا لا تنساني بالسيارة شو ما يصير، اوعى اوعى تنساني وتبقى ابني انا صغير. يا بابا لا تنساني بالسيارة شو ما يصير، اوعى اوعى تنساني وتبقى ابني انا صغير. يا بابا لا تنساني بالسيارة شو ما يصير، اوعى اوعى تنساني وتبقى ابني انا صغير. يا بابا ركزي منيح علشان ما تنساني، بعدني طفل صغير بدي منك اهتمامي. يا بابا ركز منيح علشان ما تنساني، بعدني طفل صغير بدي منك اهتمامي. زقفي حامي لبابا لماما زقفولو. ايوه يا بيكو ايوه يا بيكو. بابا بابا يا بابا انت نور عيوني، وصيك انت والماما من شان ما تخسروني. بابا بابا يا بابا انت نور عيوني، وصيك انت والماما من شان ما تخسروني. يا بابا ركز منيح علشان ما تنساني، بعدني طفل صغير بدي منك اهتمامي. السيارة على طول فتشها قبل نزول، طلع يمين ويسار وما تنسى طفل صغير. بالسيارة على طول فتشها قبل نزول، طلع يمين ويسار وما تنسى طفل صغير. يا بابا لا تنساني بالسيارة شو ما يصير، اوعى اوعى تنساني وتفقدني انا صغير. أولاد وبنات شكرا لكم جزيلا على المشاركة الحلوة، أتمنى إنكم انبسطتوا معي أنا عم شوش وكمان بيكو الحلو الزاكي بيكو شاوح للأطفال الحلوين. إن شاء الله يا رب إنكم انبسطتوا معي في برنامج عم شوش في تلفزيون هلا. منودعكم يا أولاد وإن شاء الله منشوفكم في برامج أخرى. منودعكم إلى اللقاء. يلا ركسة البطريق يلا. نلتقي مع مزرعة فحوت من البيت مع محاضرات وفعاليات مثرية لجميع أفراد العائلة.